والله بالنسبه الكراهيه، الموضوع الحظر، موضوع الحظر احنا بالنسبه خلنا نحكي لك اياها ملخص يعني مفيد. بالنسبه احنا العراقيين احنا عنيدين بشكل مو طبيعي. زين، احنا اللي نتلاوى ويا الرصاص ونتلاوى ويا البارود، لا تصدق هاي شويه مثلا توخر عنا وتقول يابا انتم شويه تنحوا وغلظوا بيوتكم. زين، احنا العراقيين اصحاب شهامه واصحاب نخوه واصحاب غيره واصحاب تزاوم، يعني كل الصفات اللي ما موجوده بدول العالم تلقاها بالعراق. نعم نعم. بس للاسف الشديد الناس اللي اجت تالي وقت للعراق هي اللي خلت العراقيين واحد هسه يكره اخوه، واحد ما يقدر يروح لامه، واحد ما يقدر يروح لابوه. زين، هاي الامور شويه اثرت على العالم بسبب ظروف المعيشه والظروف الماديه. زين، واحدة من الظروف المادية اللي أشكيلك منها، أنا عمري 57 سنة، أنا جريح حرب بال86. جريح حرب؟ أي بال86 بالقادسية بالعمارة. نعم. بذاك الوقت أخذت 20% قرار، وبعد المراجعات صارت 40%. 40%، نعم. 40%، ظليت أراجع أراجع أراجع، ما سووا لي تقاعد. ب93 أنا عدمه ولد عمي كانوا حزب الدعوة وخليته وسافرت للأردن، اجيت بال2007. طيب، وعندي ما يثبت انه انا كنت بالأردن، حتى كتاب من القنصلية الأردنية ومن الخارجية. طيب، اجيت بال2007 قدمت قول معاملة بال2008 ألمن شؤون المحاربين. طيب، ظليت اعاني 4 سنوات الى ان اجوا الأسرى العراقيين من ايران دخلوني لجنة وياهم مستشفى من القرش. زين، أو حصلت على قرار 60%، وقلت يا الله يا الله إن شاء الله خير. 4 سنوات أنا عاني لل2012. آخر شيء وصلت معاملتي بال2014 في التقاعد، قالوا يابا بعد شهر تدخل حاسبة وتجي تاخذ هويتك التقاعدية إن شاء الله. استبشرنا خير. هاي قصة. أجي أحمد عبد الجليل بال2014. زين، أجي أحمد عبد الجليل وقف المعاملات. هذا الحكي إحنا الراجع والراجع، إحنا مو بس أنا أحكي عن نفسي، إحنا وايد جرحين 2250 جريح. زين، الراجع بال2018 احمد عبد الجليل نقل شعبه من التقاعد الوطنيه للتقاعد العسكري، قال بعد ما لكم مراجعه هنا اروح اراجع بالتقاعد العسكري. يا بكل ما راجع بالتقاعد العسكري بعد ما اجي الكتاب ولحد الان احنا الراجع. زين، احنا اصابات عندنا وقرارات لجنه عندنا وناس كبار، احنا بس الناس كبار، احنا اللي بالبصره يراجع البغداد، واللي بالنجف يراجع البغداد، واللي بالسماوه يراجع البغداد. زين، ليش احنا لو تقولون لكم حقوق تقاعديه وتخلونا حالنا حال قراننا اللي حصلوا، ولو تقولون يابا ما لكم وتطردونا في مال. نعم. واحد يقول الامر الديواني بعد ما اجي، واحد يقول وزاره الماليه بعد ما مضى.